من عقائدهم أيضا عقيدتهم في الله، إنهم بيعتقدوا إنه ربنا والمخلوق واحد، وإنه المخلوق ممكن يحصل مرحلة يبقى هو ذات رب العالمين. الوثيقة رقم 4 فيها موضع من الرسالة الثانية من الإسلام للكافر الهالك المرتد محمود محمد طه. وأنا دار أقف بعدين إن شاء الله في ختام كلامي في مسألة إنه قال كيف تقول مرتد، وإنه وفي بعض اليوتيوبرز والفزباكة والجماعة ديل بيقول لك لا يا أخي الزول ده إنما قتل سياسة. بوريك من كتابه، من كتابك اللي أنت كتبته ألفته. هل نميري أول زول حكم على محمود محمد طه بالردة باعترافك أنت يداك أوكتا وفوك نفق إنه الإنسان بيكون هو ربنا سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله. قال هنا يسجد القلب إلى الأبد لغاية قال فيكون حيا حياة الله وعالما علم الله ومريدا إرادة الله وقادرا قدرة الله ويكون الله. أنا دار أذكر لك المواضع وبجي برد عليها إن شاء الله. إن هذا يعني أن حظ الإنسان من الكمال لا يحده حد على الإطلاق. موعود الإنسان من الكمال مرتبة الإله. ده كتاب رقم 1. تجي العجوز دي شايلة شنطتها دار تناظر. طيب أدب السالك الصفحة 44 45 عندهم إلهين، إله مطلق وإله مقيد. قال الداعي إلى الله هنا هو الله وكفى بالله شهيدا، أو قل إن الداعي إلى الله المطلق القديم الذات إنما هو الله المقيد الحديث الذات. هو مقيد لأنه مجسد، بيعتقد إنه ربنا وشنو مجسد، وهو قد قيد الذات القديمة المطلقة ليعرفها الناس ذلك بأنها في صرافتها إلى آخر ما قال. هنا في كتاب اسمه القرآن، كتاب أي علاقة بالقرآن، في الصفحة رقم 164 قال ونلاحظ في هذا الفصل برد على واحد قال اسمه مصطفى محمود والفهم العصري للإسلام قال نلاحظ في هذا الفصل فصل أسماء الله أنك لم تتحدث عن أسماء الله إلا في أسطر صفحة 137. ده محمود، ده برد على محمود المصري عرفته. قال وقد تورطت في خطأ كبير. شوفوا الخطأ الكبير شنو. قال حين زعمت أن أسماء الله اسم علم على الذات الإلهية. ده قال خطأ كبير، ده بتاعنا والله. لو وزع كفر هذا السوداني على كفار الدنيا لوسعهم الذات. قال والحق أن الله إنما هو علم على الذات الحادثة وهي الإنسان الكامل. ده كفر بالله. ربنا كفر النصارى ليه؟ مش لأنه قالوا زي محمود محمد طه والقراي هم آلهة، لا، لأنهم قالوا عيسى النبي الصالح والرسول المكرم من أولي العزم الخمسة من الرسل قالوا هو إله. ربنا كفروا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ربنا قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يختبق إله كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طيب ما هي صفة هذا الرب وهذا الإله الذي له ملك السماوات والأرض؟ عندك حاجة فيها قراي؟ شيخك محمود عنده فيها حاجة؟ عنده فيها كان حبل بس، جزا الله خيرا النميري، حبل بس، والحبل ذاته ما مشى معه لقدام بفضل الله عرفته. ربنا قال الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، لأنه ما محتاج لولد ولأنه ما بيرثه سبحانه وتعالى، ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء، كل شيء، الكافر والمؤمن، الملحد والمسلم كلهم، والسماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وآيات كثيرة جدا عرفتها. ربنا قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم. لو كان في آلهة مع الله كان حصل تنازع في الكون. البشر لما بقى في تنازع في الملك والسلطة هذا اللي احنا عايشين. سكر 200 جنيه، ما اعرف ليك زيت
شنو كده 400 جنيه طعمية 50 جنيه المهم ماشي شغلة ماشي عرفتها لكن ربنا سبحانه وتعالى لا منازع له ولا شريك له ولا ند له ولا كفء له هل تعلم له سمية طيب آيات كثيرة بترد على الباطل ده طيب